معكم محمد الغناوي، أنا المدير التنفيذي لشركة ذا وايت بوتيك. ذا وايت بوتيك تتعلق بكل احتياجات الشخص لتنظيم المناسبات. الهدف الرئيسي من ذا وايت بوتيك أن نجمع كل الخدمات في مكان واحد، بدل ما الشخص يتعامل مع كل شركة عشان يدير المناسبة، سواء كانت مناسبة خاصة ولا مناسبة عمل. ونجمع كل الخدمات في مكان واحد، سواء كان على بالاتصال او بالبريد الالكتروني او من خلال زياره محله اللي في جميل، يسهل عمليه تنظيم الحدث في الزبون. فالبوتيك اغلب التواصل مع الزباين يكون بالاتصال او بالبريد الالكتروني. فطبيعي لما تكون هاي قنوات التواصل مع زبايننا تصير احداث، لما تصير شكوى ولا يصير سوء تفاهم بيننا وبين الزبون، لازم نعرف شو اللي صار في المكالمه. هل الزبون طلب الخدمه في التاريخ الصحيح؟ هل طلب الخدمه بالكميات الصحيحه؟ فكان ضروري جدا ان نتعامل مع شركه مثل زيو عشان يكون عندنا رقابه على الحالات اللي بيننا وبين قسم المبيعات، ونعالج المشكله في اسرع وقت ممكن. عندنا رقابه على كل الاتصالات اللي بيننا وبين الزباين. اول شيء من خلال النظام هذا نتعرف على شو الصعوبات اللي الزبون يواجهها لما يتواصل معنا. نتعرف على موظفين مبيعات متميزين في فريقنا، ونتعرف على الموظفين اللي محتاجين مساعدة وتمرين إضافي لتحسين خدماتهم. وفي نفس الوقت النظام هذا يساعدنا على حل الخلافات وسوء التفاهم اللي بيننا وبين الزبون بأسرع وقت. الميزة اللي ميزت زيو عن الخدمات الثانية اللي تشابهها أن زيو عندهم تطبيق الهواتف الذكية، فعندنا فريق العمل يقدرون من أي مكان من عبر الهواتف الذكية يفتحون النظام ويقدرون أنهم يبحثون عن المكالمة المعينة ويسمعون شو صار بينهم وبين فريق العمل عندنا. في هذا الحال نقدر أن نحل أي مشكلة أو أي سوء تفاهم بيننا وبين الزبون في أي وقت وأي مكان. بالنسبة لي أنا زيو هو الخيار الأول من غير أي مجامله.